السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، وده يا جماعة كده ايه مقدمة في اول الفيديو على العروض اللي معانا النهاردة. معانا 5 عروض، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معانا يا جماعة 3 نعاج برقي تحتيهم نتاية، ادي دي واحدة، ادي دي الثانية، وادي دي الثالثة، ومعاهم الخروف دي، خروف عمر مثلا 7 شهور 8 شهور في الاهو، بسم الله ما شاء الله. ده بالنسبة لاول عرض يا جماعة، دول 3 نعاج برقي بتاع مطروح البرق الحر، ومعاهم الخروف الاحمر ده. تاني عرض معانا يا جماعه النهارده هيبقى معانا نعجه برديسي تحتيها ذكر وانتايه وعشر فوق الشهرين معاها اهي يا جماعه، وادي عيالها بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. ومعانا معزه حساني من الحسانه يا جماعه، الحسانه يا جماعه تبارك الله الله اكبر، الحساني السلاله، السلالة النادرة دي ما تلاقيهاش غير على قناة المزرعة اهي، تحتيها ذكرين يا جماعة، دي تحتيها ذكرين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ومعانا نعية والدة تحتيها الخروف دي، ومعانا حتة بومبوناية يا جماعة نعية عشر فوق 3 شهور اهي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده كده هيبقى رابع عرض. معانا العرض الخامس، 5 سخيل اللي عايز يمشيهم سكة اللحم ماشي، اللي عايز يمشيهم سكة الجناية، ومعاهم الجدي الحلو ده حاجة تبارك الله ما شاء الله. نخش على الفيديو ونصلي على سيدنا النبي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، وبنجدد معاكم العروض وبنجدد معاكم السلالات يا جماعة. النهاردة رجع لكم بشوية سلالات إن شاء الله هتعجب الكل. صلوا على سيدنا النبي وادونا لايك، ما تنسوناش في لايك. هنخشوا نفرشكم على 5 عروض بسم الله ما شاء الله تبارك الله. النهارده رجع لكم بالبرق بتاع مطروح يا جماعه، 3 نعجات والدين برق بتاع مطروح، ورجع لكم بماعز حساني ونعاج برديسي والده وماعز ونعاج عشر. النهارده في كل حاجه اللي نفسك فيها تلاقيه. نقول رقم التليفون في الاول 010 15 420 713، 010 15 420 713. صلوا على سيدنا النبي ودعم اخوكم احمد بلايك عشان حياتي الحلوة اللي بنقدموها دي. وان شاء الله النهاردة معانا 5 عروض ان شاء الله تعجبكم وهيبقوا في فيديو واحد. نخش على اول عرض، صلاة النبي تفرجوا على المال الاول كده، ده البرق بتاع مطروح يا جماعة. الناس اللي بتكلمنا على السلالات وعلى ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم لكم كل مرة سلالات جديدة، سلالات نظيفة، حياة حلوة. معانا اول رميسة، دول 3 نعيات والدين يا جماعة، فهمش ولا واحدة قافلة، فيهم 2 كسرين 6 او معاهم الفرادي، وفيهم واحدة لبان. نتفرج على اول واحدة اللبان دي يا معلم ميدو، بسم الله ما شاء الله. افتح لي كده السن معلم، بصوا يا جماعة النعية والجرامة بتاعت النعية، ادي يا جماعة السن ولا سنة اي لباني، سيبها كده بالصلاة على النبي تبارك الله. ادي طرف النعية، البرقة يا جماعة معروف انه مفوز زفارة، ما فيهوش دهون كتير، حاجة طيبة وأحسن يعني غنم يعني في وجه بحري بيفضلوه عشان لحمه ممتاز، لحمه جميل. أنا النهاردة جايلك بأفكار، جايلك بكل حاجة. أنا عندي 3 نعيات كل واحدة تحتيها نتاية، أديدية تحتيها النتاية الصغيرة دي، ودية تحتيها النتاية الكبيرة الحلوة دي، والأخيرة اللي هناك دي تحتيها النتاية الحلوة دي. فانت ممكن زي ما انا بقول لك عايز توقف ال3 دول وتطلعهم لحم لغاية الضحية وتبقى كسبت عيالهم برضو تمام، عايز تخليهم ان شاء الله يعني ممكن تبقى فيهم 1 عشر الله اعلم، انا ببيع على الفاضي تمام، فانت ورزقك دي. عايز تعمل لهم سونار وتعسهم برب يبقى فيهم 10، ده رزقك بختك. عايز تخليهم ويبقوا بدل الـ3 معاك 6، انا اجيب لك 3 نتي. والبرق يا جماعة مطلوب بالحلاوة، البرق ده مطلوب بالحلاوة بسم الله ما شاء الله. يبقى تفرجنا على اول واحدة يا جماعة تحتيها انتاية، هات كده الثانية، ادي اول رميسة لباني تحتيها النتاية الصغيرة دي، ودي رميسة معاها الفرادة يا جماعة.
ادي في فرده من هنا وادي فرده الناحيه الثانيه اهي، لسه دي ما قلعت او الاولى قلعت، عشان كده بقول لك كسره سته، بيبقى في واحده لسه ما قلعت وواحده قالعه. بسم الله ما شاء الله، دي الثانيه وتحتيها بنتها. اسحب لي بنتها كده يا معلم، ادي بنتها الحلوه دي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، يعني شهرين ثلاثة وتعشر ان شاء الله. دي شهرين ثلاثة وتعشر، يبقى دي كده اول نعيتين. والعرض ده انا اجيب لك وراهم خروف كمان، خروف كليبي، عشان برضو لو عايز تجرب السلالات. ادي الخروف دي ان شاء الله، لغايه ما العيال دول تشد حيلهم ده تخليه طلوقه وراهم. ادي الطرف بتاعه الجميل، بسم الله ما شاء الله. عايز الخروف خدامك، مش عايز الخروف خد النعاي، عايز النعاي لوحديها ماشي. وادي الرميسه الثالثه يا جماعه، افتح سنه. ادي السنه يا جماعه، اه معانا فرده بتعدل من هنا الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه. ادي يا جماعه، يعني دي معاها فرده يا جماعه، عشان ايه يبقى الكلام فيه مصداقيه. دي معاها فرده اه، تحتيها النتاية السوداء دي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يبقى هنا معانا يا جماعه، عشان ما نطولش على حضراتكم، معانا في اول عرض ثلاث نعيات والدين، كل واحده تحتيها نتايه، ومعانا خروف برديسي اللون الاحمر الجميل وراهم. العرض ده كله انا مقدمهم لك بكام النهارده، ثلاث نعيات وتحتيهم ثلاثه ومعاهم خروف. العرض ده ب 24500 جنيه، العرض ده ب 24500 جنيه، لو محتاجه انا تحت امرك. نقول رقم التليفون يا جماعه 010 15 420 713، ده ثاني عرض معانا، ده ثاني عرض معانا يا جماعه. اتفرجوا على الحلويات وصلوا على سيدنا النبي، بسم الله ما شاء الله. دي العروض بتاعت النوادر يا جماعه، نعيه تحتيها اثنين اعمار 6 شهور 6 ونص في الحدود دي، وعشرة عليهم يا جماعه، وعشرة عليهم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي النعايه يا جماعه، ادي الحلويات، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي العيال البرديسه يا جماعه، وادي الام، بسم الله ما شاء الله، نعيه تحتيها ذكر وانثى. ادي المال يا جماعه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وهنا يا جماعه المكسب، هنا المكسب يا جماعه، ركزوا معانا. انت معاك نعيه تحتيها ذكر وانثى وعشرة عليهم، يعني ان شاء الله بعد شهرين بعد ثلاثة بإذن الله، هي عشر فوق الشهرين اللي ممسوكة يا جماعة، عشر فوق الشهرين إن شاء الله، بعد ثلاث شهور ربنا يكرمك بالخلفة منها، ويبقى تحتيها ذكر وانتاية والذكر يبقى وراهم. فده المشروع، وهنا المكسب يا جماعة. عايزين الناس تستثمر كده والناس تشد حيلها، ومحدش كده ييأس، ويبقى كله عنده أمل، وربنا يكرمنا وإياكم يا رب. دي نعية برديسي تحتيها ذكر وانتاية، عيالها برديسي الصرف يا جماعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. النهاردة دي أنا مش عارضها لك ب 18 ولا ب 15 ولا ب 13، النعية دي ب 12500 جنيه، النعية دي يا جماعة ب 12500 جنيه. اللي محتاجة في أي مكان أنا عندي توصيل في أي مكان، أوصلها لك تحت أمرك. أقول لك نولونك كد كده تاي تشرفني على دماغي، مش هتاي تحول لي فلوسي وأبعتها لك. رقم 010 15 420 713، النعية دي أنا عرضها لك النهاردة ب 12500 جنيه. آدي النعية، اتفرج على النعية، وادي العيال، حاجة تجيب الخير في البيت يا جماعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. العيال يا جماعة فوق الست شهور، عشان احنا لما بنقول ست شهور الناس ما بتصدقش يا جماعة، احنا عندنا النعاي مجرد ما بتولد يا جماعه ما بتلحقش ال 30 يوم وبتعشر على طول. فان شاء الله دول يعني من 5.5 ل 6 شهور اهم، ده اللي احنا ضامنينه في العيال، يعني الاعمار بتاعتها اهم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عرضها لك النهارده ب 12500 جنيه، لو محتاجها النهارده معايا خمس عروض، ما تقفلش الفيديو، كمل الفيديو. معايا عرض نعاي برقي بتاعت مطروح، ومعايا ماعز حساني السلالة الحسانة يا جماعة اللي محدش قدمها على اليوتيوب غير العبد لله. معايا معزة حسانة النهاردة تحتيها ذكرين، ان شاء الله هتخش في مخاميخك بإذن الله. دي يا جماعة اه، ده تاني عرض معانا، ركزوا في العروض، ده تاني عرض معانا اهو، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نخش بقى على العرض الثالث. مش هبطل حلويات النهاردة يا جماعة، مش هبطل حلويات، شايفين الحلويات؟ بصوا الحلويات يا جماعة،
شايفين الحلويات؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. شايفين الالوان؟ الالوان دي يا جماعه بتلاقاش غير في البي ام دبليو بس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه عرضك ابو حميد؟ عرضي نعي عشر فوق الثلاث شهور، عشر عظم ممسوك، ومعايا نعي والده تحتيها خروف ذكر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تفرج على المال يعني، انت دي لو دخلت عليها الصبح تقول لها صباح الخير هتقول لك صباح النور. صلاة النبي تبارك الله، من جمال من جمال كده. وش يجيب الخير؟ وش والله وش يجيب الخير؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص الطرف الحلو يا جماعه، شايفين الطرف؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر الله اكبر. والنعيه دي تحتيها الخروف العسل ده يا جماعه، دول نعيتين مع بعضهم. انا بسهلها عليك، مش بجيب لك 15 و20 نعيه واقول لك دول حبل واحد، لا انا بجيب لك حته 2 3 4 اللي انت عايزه، اللي انت عايزه ان شاء الله في المزرعه هتلاقيه. يبقى معانا نعي عشر فوق الثلاث شهور، ومعانا نعي والده وتحتيها خروف ذكر، فيما بعد يقعد وراهم ان شاء الله ويعشرهم. ما تشيلش هم ايه الطلوقه، يعني عايز خروف طلوقه عندي اجيب لك اللي انت عايزه. ادي يا جماعه المال، يبقى معانا نعي والده ونعي عشر، ده ثالث عرض معانا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا مادة النعية يا جماعة، شوفوا الريح بتاع النعية ازاي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. شايفين الخير؟ حاجات تجيب الخير يا جماعة، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. فك القرشينات كده، فك الكيس يا معلم وتعالى عند أحمد وخذ لك حاجة، مش هتندم. النهاردة بجنيه، بكرة بعشرة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نقولوا رقم التليفون عشان عرض ده يلحقته يا ملحقتهوش. 010 15 420 713. العرض ده بكام؟ العرض ده اقول لك ب 14، لا مش ب 14، طب ب 13 ونص ولا ب 13 ونص. العرض ده انا مقدمه لك ب 12500 جنيه. العرض ده يا جماعه انا مقدمه لك ب 12500 جنيه. هتيجي تقول لي 12500 جنيه الا جنيه، هقول لك افتح الله عشان نبقى متفقين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله وكيل يا جماعه. بنحطوها حاجة بسيطة اللي هو مش عايزين نجبر على الناس، عايزين نبقى يعني نرحم الناس، والناس يعني ايه، الناس عايزة اللي على الكد، عايزة اللي ممسوك، مش عايزة اسعار طافشة. انا اجيب لك حاجة حلوة وبسعر حنين. ال 12 ونص عايز تقسمهم قسمهم، عايز تقول 7 و5 ونص معاك اللي تحسبهم، عايز تقول 6 و6 ونص معاك. دي ما تقلش حاجة في الجمال اهي، وعشرة عظم ممسوك ان شاء الله شهرين وربنا ايه يجيبها بالسلامة كده. ده ثالث عرض يا جماعة ب 12500 جنيه، والرقم 010 15 420 713. وبعد كده نخش بقى على عرض ماعز يجيبه لكم حلويات. وده يا جماعة رابع عرض معانا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اخضر على الاخضر وابيض على الابيض واحمر على الاحمر، كل الالوان هتلاقيها عندنا، كل حاجه هتلاقيها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دول يا جماعه خمس نتايات ويدي، عرض بسيط، خليهم في البيت الخمسه يعشروا، بكره يجيبوا لك فلوس. النهارده احمد مش مقدمهم لك بفلوس، النهارده احمد مقدمهم لك بحياتها تدي. بكره تشوف المعزه بكام هتقول يا ريتني كنت خدت. هم يا جماعه بصوا يا جماعه، عشان انا ما بحبش يعني ايه، دول خمس نتايات. انا العشر ده مش يعني ايه، شختك بختك انت وبختك. فيهم حياه كسر جواز، فيهم حياه معاه الفرادي، ما فيش حاجه قافله فيهم، كلها سخلان يعني تعتبر صغيره. يعني اكبر واحده مثلا ممكن تلاقيها معاها الفرادي، ومعاهم الجديده. بصوا الجدي، بصوا الظهريه زبده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. يبقى دول ست حتت يا جماعه، ست حتت ماعز جدي وخمس معيز، خمس ربعيات. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، اللهم بارك. شايفين الحلويات؟ شايفين الالوان يا جماعه؟ الوان الطيف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بكام السته دول حق احمد النهارده؟ السته دول نعرضهم لك
ب 12000؟ لا ما فيش الكلام ده، دولة الله وكيلكم، ومن الآخر ب 9000 جنيه بس، ب 9000 جنيه فقط لا غير، وما تشيلش هم المواصلات، أي مكان أنا أوصلهم لك. بس أنا بقول لك تعال انزل واتفرج وعاين الحاجة، بربي عم الكاميرا يبقى غير الطبيعة، تاي تفرج بعينك أحسن. لا أنت مش هتقدر تاي، تحول لي فلوس أبعتهم لك تحت أمرك. أهو بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، يعني حاجة حاجة تفتح النفس يا جماعة. بصوا كده، شايفين الوشوش اللي تجيب الخير؟ شايفين الوشوش اللي تجيب الخير؟ دي تعرف تخلصها من السوق ب 1500 جنيه؟ ولا دي تعرف تخلصها من السوق ب 1500 جنيه؟ ولا الجدي ده تعرف تخلصه من السوق ب 1500 جنيه؟ ولا دي تعرف تخلصها من السوق ب 1500 جنيه؟ شرواتنا غير يا جماعة، شرواتنا غير أي شروة حد، دول النهاردة الداير فيهم 1500 جنيه للراس، ب 9000 جنيه فقط، ونقول لك رقم التليفون، يا تلحق يا ما تلحقش، أنت ونصيبك، 010 15 420 713. نخش بقى على عرض المال الفاخر من الآخر، المال الحسان يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تفرجوا على الحسانة يا جماعة. تقول لي بور، تقول لي كالهاري، تقول لي باكستاني، تقول لي أفغانستان، الحساني الحساني. بصوا بصوا، ناقة يا جماعة مش معزة، دي ناقة، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. تحتيها إيه؟ تحتيها ذكرين، تحتيها ذكرين. ويا جماعة الله وكيلكم، والله ناس مسكت فيها عشر، يعني قالت بيت الولد عمران، بس انا ببيع على الفاضي. انا ناس مسكت عشر فيها في السوق، لان هي خفت لبن برضو شوي يعني. بص انا عايز افرشكم على الضر يا جماعه، هات كده امسكها معلمين، تحتيها الذكرين دول يا جماعه اهم. بص عايز افرشكم على ضر الحساني بقى. بصوا يا جماعه الحلبات لغايه فين، بصوا الحلبات لغايه فين، شايفين الحلبات لغايه فين؟ بصوا بص الحلبات لغايه فين يا جماعه، شايفين يا جماعه الحلبات دي؟ بقره هولشتاين. بسم الله سيبها معلم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، يعني اللهم بارك، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، معزه حساني بيور اصلي، الحساني البيور يا جماعه، اهي قناه المزرعه الحمد لله اول حاجه قدمت الحساني، عشان هنا بكره بعده ناس تقول لنا حساني زي البرديسي، لما قلنا على البرديسي برديسي الناس كلها تقول عليك ليبي، كله طلع في البرديسي، بس احنا لازم نغير يعني. وان شاء الله يا جماعه باذن الله باذن الله، يعني في مزرعه كده يعني بنوفق معاها ان احنا ندخل شغل البور وشغل الحجازي ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا. هي الاسعار شديده بتاعتهم، وخايف اجيب مثلا نتيتين بور ويدي بور، وناس تقول لي ايه ومش ايه، بس انا بجيب لك حاجه صرف، حاجه استيراد من الخارج. المزرعة دي بتجيب استيرادات، استيراد من الخارج، وبتوقف عنديها الحاجات دي، يعني ايه زي دورة تخليها تولد وبعد كده تبيع عيالها يعني. ادي الذكرين، ادي معزة، مش معزة دي ناقة يا جماعة، الناقة بتاعتنا معزة حسانة يا جماعة، سنها قافل، وتحتيها الذكرين دي، وحاية يا جماعة زي ما انتم شايفين. انا هوريكم كل جديد ان شاء الله، كل جديد هتشوفوه في قناة المزرعة. طب نقول رقم التليفون قبل السعر، 010 15 420 713. المعزة دي مش هقول لك ب 12000 وب 10000 زي ما الناس بتعمل، لا، المعزة دي ب 5500 جنيه فقط لا غير. المعزة دي يا جماعة ب 5500 جنيه، معزة حساني بيور، وتحتيها الذكرين دولة. اللي محتاجها يرن علي، اللي مش محتاجها برضه يديني لايك، فما تنسانيش في لايك. النهارده مقدم لك خمس عروض، كل عرض احلى من الثاني. شجعونا وما تنسوناش في لايك، واكتب لي تعليقك الجميل، ونقول رقم التليفون في اخر الفيديو، 010 15 420 713. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.